Hello, in this video, I'm Dr. Munir from the Future Channel. In this video, we're going to talk about Unit 5 and some information and some notes maybe can really important for you. Now, احنا عندنا في Unit 5 بعض الأمور المهمة سواء كانت ملاحظات أو سواء كانت بعض exercises. So, أول شيء حابة أقولكم بعض النوتس اللي موجودة بدفتري اللي صراحة ملاحظات استفدت منها بأوقات السادس والمراجعة وهالأمور. أول شيء عندي الكومباوند nouns اللي هي الأسماء المركبة. يقول إنه هي من عندي word، من عندي كلمة معينة وكلمة أخرى تصير كلمة واحدة. مثلاً هنا شي يقول لي name that form two words and it seems like one word، يعني كلمة style و life كلمة عن هاي كلمة تختلف، لكن من يشكلون اثنيناتهم مع بعض راح يشكلون عندي في الجملة جديدة. okay so راح نسميها احنا lifestyle. okay طيب وكذلك عندي sunset وهاي الأمور sunshine. okay self catering apartment هاي ال word أو هاي ال speech جدا مهمة. طيب راح عندنا بالlesson 2 راح يكون عندنا the present perfect. the present perfect اللي هو القاعدة مالته مثل ما نعرف انه هو present. من اقول present معناها يكون عندي has و have، اكيد يكون عندي هنا subject لكن مع plus ال have وال has لانه present، بعدها يكون عندي ال past participle. okay so هنا نقول we use it to talk about، هاي ما عليكم بها، هذه description about present perfect. بعدها عندي the present perfect continuous. من أقول طبعا أنا دائما حتى الأخوان وكل طلاب أقولهم دائما إحنا نحكي بالإنجليش لأنه كلش مهم، لأنه بالامتحانات وبالأسئلة ما تجي أي شيء عربي. so من يجي الامتحان ويجي صيغة الزمن لازم نفتهمه إنه هو صيغته بالإنجليش not in Arabic. so present perfect continuous هذا يعني إنه يكون عندي has و have نفس الشيء. الباست participle التصريف الثالث للفعل كان في زمن ال perfect ال present perfect. هسه هنا شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي انه has و have been وال verb هنا يكون بال ing. تمام؟ راح ناخذ example. يقول لي she has been teach، فنخلي teaching since هالقد. راح الاحظ بزمن present perfect continuous نستخدم عندي ال for و since. حاولوا شويه تركزوا لي اهتمامكم وياي ببعض النقاط هنا. عندكم بالنسبه لل present perfect continuous افتهمنا القاعده مالته. عندكم ال examples they have been living in Baghdad since 1970. راح نجي الى الاكزامبلز هنا مع السنز والفور، هذه جمع بعض الامثله الوزاريه وبالنسبه للاكتيفيتي بوك، وكذلك راح تحتاجوها بالاكتيفيتي بوك اذا كان عندي اكثر من اكزامبل. اوكي سو من نجي على السنز، السنز معناه منذ. سو هاي تكون سبيسيفيك، يكون عندي سبيسيفيك بيريد اوف تايم، يعني يكون عندي فتره زمنيه محدده. اوكي سو هنا حيكون عندي اسماء الاشهر او اسماء الايام. من أقول since Tuesday منذ الثلاثاء، أو أقول since Friday منذ الجمعة. أوكي فحددت يوم أو شهر، وأحدد تاريخ البيرثدي اللي هو العيد ميلاد، جدا مهم أستخدم بيها since. كذلك الور، الور معناها حرب، فجدا مهمة هاي الفقرة إنه أستخدم الور لي since. كذلك since night تلك الليلة أو منذ تلك الليلة الماضية since last night، هواي يكرروها. afternoon المساء والbreakfast الفطور واللانش هذه الparts of the day أجزاء اليوم. كذلك dinner يقول I was 10 منذ أن كنت في العاشرة، منذ أن كنت في التاسعة since I was 10 since I was 13 هاي العمر، يعني هاي أستخدمها كذلك since. تلاحظون هذا الشيء محدد أحدده. بعدها راح أستخدم since I was born معناها منذ أن ولدت. okay since 2 o'clock كذلك الساعة، من أحدد ساعة معينة منذ الثانية صباحا، منذ الثالثة. okay since 3 o'clock since 8 p.m. أحدد رقم معين، ماذا أحدد حي الله ساعة. بعدها أستخدم هنا يقول
السوبر اللي هو نفس الدينر هم يجي سوبر نفسه، وأستخدم كذلك الكريسماس. الكريسماس هم هنا يجي باعتبار السنس لأنه هو تعتبر specific time وقت محدد، وأستخدم الgraduate primary university college هذه كلها تعتبر من ضمن السنس. يعني أقول since I was graduate last summer منذ اتخرجت الصيف الماضي. عندكم كلمة تباعون خيطها بهذا اللون، هنا كلمة last معناها الماضي، تختلف عن the last الماضي. فمن نقول since last night، since last 3 o'clock، since last lunch يعني، أو since هالأمور. فمن تلقون كلمة هاي طبعا متكررة بالexercise بالactivity book عندكم إنه since last أستخدم. نجي على الفور، أنا ما أريد أطول الفيديو عليكم، لكن بنفس الوقت حابة تفتهمون وحابة تأخذون بعض المعلومات اللي ممكن تفيدكم. من نجي على الفور تكون not specific time، يكون وقت غير محدد مثل 2 days محددة، 3 months، 3 years، 2 hours، a long time، ago، centuries أو قرون محددتها قرن، for ago، long time، many times، و the last. okay. بعدها راح تشوفون هنا عندكم بعض الانفورميشن راح ناخذها بالاكسرسايزز، بس هسه ما راح اشرح عليها لانه راح ناخذها بالتمارين. هذا الانشاءات سبق وضحتها اني بالقناه، يعني قناه التليجرام، راح اخلي الرابط بالديسكربشن بوكس، سو موضحه بها كل الانشاءات وكل القطع وكل الادب وكل اللي تحتاجه. اوكي، هسه راح نجي الى الانشاء هنا أنا. سوري الاكسرسايز A اللي هو page 89 unit 5 عندي. هذا يقول لي use the compound nouns، مثل ما قلت لكم الاسماء المركبة جدا مهمة. هنا لما تجون تقرون هذا التمرين عايزكم تفهمون ملاحظة مهمة، انه هاي بالفراغات ضروري تعرفون معناها لكن مو ضروري تعرفون السبيلنج مالتها. يعني شلون نقول، هو السبيلنج سهل صراحة، بس مع ذلك تجي بالامتحان على شكل بوكس. يعني يقول if we get self-catering apartment in Spain، إذا إحنا أخذنا شقة بإسبانيا راح نقدر نشتري الطعام ونروح الأسواق، شقة مؤجرة خاصة لنا. هذه ممكن ما يجيبوها مثل هنا، بس أكثر شيء يجيبوها بوكس بالوزاري. Number two يقول let's not go on a package deal to Italy. It would be more fun to choose our own hotels. طبعا هنا نقول احنا لازم نروح بصفقة شركة معينة، خلينا نروح لإيطاليا وحدنا نقدر نختار أطعمتنا وفنادقنا وحدنا. Number three هاي وزارية. يقول I cannot find، أنا ما أقدر أجي ما أقدر أجد my boarding card. اوكي، ما اقدر القى يعني ماتي بطاقة السفر. I will not be able to get on the plane، انا ما اقدر اروح للطيارة وهالامور. طبعا انا دا ضروري تكملون لحد الفول ستوب لانه وترجمون كل كلمة، هذا الشيء ساعدكم بالامتحان الوزاري، لان امتحان الوزاري كل شيء يجي نصا. Number four, let's go for a walk along the seafront. أروح على وجهة البحر this evening and watch the sunset، نشوف غروب الشمس وهالامور. بعد هيقول I don't like booking flights online. Let's go and buy our tickets at the travel agency. طبعا هنا نروحون لوكالة السفر على مود يحجزون التذاكر والطيران. Number six, if we order it now, the hotel kitchen will make a packet lunch. إذا إحنا طلبنا الأكل هسه راح يسوون الفندق طلبات شون delivery أو سفري، ناخذ ويانا الأكل. Number seven, I spent the morning at the beach and the afternoon we did some sightseeing. إنه إحنا قضينا الصباح في الشاطئ وفي المساء سوينا مشاهد سياحية. Number eight, you can't rely on public transport on the island. You should find out about car hire so you can travel more. طبعا إحنا هنا الكار هاير تعني جولة السيارة، نروح بالسيارة. هذا البوكس شرحت لكم عليه اللي هو الكومباوند الكومباوند ناونز، وشرحت لكم شلون تعني هذه، هاي كلها تعتبر كومباوند ناونز. اوكي، الصفحه اللي بعدها بيج 90 هذا كله ترك، لكن عندكم خليني اوضح لكم لحظه. هذه البيج
كل طريق ما عدا lesson 2 اللي هو exercise A. هنا عندكم بعض ال words ضرور تفهمون معناها، مثلا هنا أنا the fly, the survives, atmosphere، هالأمور. page number 91 اللي هو هذا يحكي على ever and never والpresent perfect simple. إذا سألتكم هسا شنو يعني present perfect simple، راح تقولوا لي معناه إنه المضارع التام البسيط. so احنا نستخدم the present perfect simple يكون has و have والpast participle، تمام؟ فنستخدم ويا ever للسؤال ونستخدم never للnegative sentences يعني الجمل المنفية. هذا السؤال وزاري وجاي هواية انه write the true sentences with ever about you and your family and your friends right above. طبعا هذا اول وحدة وجاية وزاري. خل اوضح لكم آلية حل هذا التمرين، وهو غالبا يجي نفس الwords نفس الكلمات والكليشة. عرفتوا القاعدة؟ طيب هسا راح نجي، يقول بطيني animals اللي حيوانات، يقول هاي الأفعال داخل الأقواس سوي ليها بزمن المضارع التام البسيط بحيث تكون منفية باستخدام never. so احنا نعرف I الفاعل have أخلي والفعل never تكون قبل الفعل، أخلي الفعل بزمن الباست بارتيسيبل. هنا الأفعال تصريف الثالث تستخدم كما هي في الكتاب، يعني ما يجيبون فعل خارجي، إذا جابوا فعل خارجي فأنتم ماخذين بمراحل السابقة. I have never الرايد صير ridden بالتصريف الثالث an elephant. هاي الحيوانات أنتم من عندكم أو بالامتحان وزاد احتمال حدد الحيوان. أوكي. بعدها my sister has أخذ has، فهنا صار seen. إذا استخدم see صار seen. إذا استخدم touch صار touched بس نضيف لها إيدي. إذا استخدم hold صار نفسه صار held. أوكي. وأستخدم الscorpion. سكوربين. بعدها number two عندي الجيم، وهكذا بالنسبة لي الجمل. عندكم الجملة الرابعة حبيت أنوه عليها، طبعا البقية بس أفعال تصريفهم. النقطة الرابعة يقول place اللي هو المكان to be or visit. يقول I have never been to London. أنا أبد ما رحت إلى لندن، فهاي تعني البي. أما الفيزيت يقول my brother has never visited Iraqi museum. أبد ما زار المتحف العراقي. ففرقوا ما بين الفيزيت والبي. أوكي. وهاي عندكم بعض الverbs هنا. هاي طبعا هنا عندكم ببيج 92 هذا كله ترك، وعندكم هذا البوكس يحكي لي على just والalready اللي طبعا تجي with present perfect. Present perfect simple. بعدها هذا راح نشرحها بهذا التمرين اللي هو page 93. طيب عندكم هذا التمرين وزاري وهو كلش مهم very very important. طبعا من نجي على السؤال هو نصا، فإذا تريدون حفظوا هذه الجمل فهموها، لأنه مرات ما لازم تكون جملهم مو قوية. حل يقول would you like a cup of coffee؟ هل أنت تريد كوب من القهوة؟ هنا يحكي على الأوفر ده أعرض له فتشي. هو بالامتحان وزاري يقولكم no thanks، فيخليكم مثل ما هو منطي هنا I have just had one. أو بالامتحان شوفوا، أما يجيبكم يا بكل فارغ أو بالامتحان يقولكم I have just لو yet لو already، يعني يخليكم اختيارات. number 2 does Samira know about the meeting؟ I'm sorry I have not told her yet. أنا ما قلت لها بعد. فهاي الأمور جدا مهمة. عندكم already تعني حد، يعني شلون نقول منذ حدوثه، و just يعني توان. أوكي. number 3 can I borrow that box after you؟ here you are I have just finished it. فانتبهوا ترى هي ال already و just مو مشابهات. number 4 هاي وزارية يقول look at the notes board there is an advert for English courses. I know I have already seen it. و number 5 وهالأمور. عندكم lesson 3 find the collections for following words. أنا صراحة من كنت أبحث عن هذه التمارين كنت أقرأها بالوزاري كنت أقرأها من جهتين خوفا للطوارئ. ف thoroughly تعني enjoy. I can honestly تعني say. lived up to my ten expectation. To name تعني few. okay. عندكم page number 94 هذه البوكس مثل ما تشوفوا راح ناخذها هسه ان شاء الله بعد ما
أشرح بالدفتر اللي عندي، لكن حاليا راح أشرح لكم السينز والفور. شوفوا هذا الوزاري، نفس شرحت لكم إياها الأمثلة، باعوا هنا the first of the March اللي هو أول من آذار، خلى سينز، عدكم I was six و for a long time أو ago استخدم for، عدكم a Friday وهالأمور كلها. شوفوا هنا أنا بهاي الجمل، من يقول last تأخذون since، من يقول the last تأخذون for. لحد ها page number 95 عندكم تمرين C، مثل ما نشوف هنا تمرين C ترك، أو عندكم التمرين اللي بعده، هذا التمرين كلش مهم وهو وزارة، راح نأخذ عليه ملاحظة بالدفتر. طبعا هاي الملاحظة جدا مهمة بالنسبة لي الهاو، الهاو لونج، تابعوا يعني. من يقول how long، عندي how long، how long يعني كم المدة، نستخدمها في present perfect simple وال present perfect continuous. أكيد تعرفون شنو القاعدة مالتهم، على ما كنت أعيد. The present perfect simple عندي 5 verbs، هاي الخمس أفعال من نشوفها نستخدم يا how long، طبعا هو how long تجويه اثنيناتهم، لكن how long تستخدم the present perfect simple وال present perfect continuous. من نشوف كلمة now، الفعل now والفعل be و live و work و have، راح تجي الصيغة كالآتي: how long، how long have you، أو how long has she، how long has he، how long have they. أقول noun، okay، ما أقول nowed ولا أقول was أو where، أقول been، تمام؟ أقول noun، أقول lived، been، worked، had. أتمنى تكونوا فهمتوها. The present perfect continuous تستخدم with all the verbs، كل الأفعال غير هذولة، فلذلك من الضروري تعرفون تفهمون تحفظون هاي الفايف verbs إذا جدتي تستخدمون صيغة present perfect continuous. ما غير ذلك كلمة write for example أو كلمة cook أو drive راح تصير how long have you أو how long has he driving or cooking. طبعا has been اللي احنا نعرف اخذنا انه الـ present perfect continuous القاعدة مالته has او have و been و verb يكون بالـ ing، تمام؟ طيب عندكم كلمة interested هنا، هاي adjective نفس success، اوكي؟ بعد شنو خلينا ناخذ التمرين. عندكم هنا letter G اللي هو complete the second sentences with the طبعا تقوم بالسؤال بالوزاري كامل present perfect simple، هنا يقول لي انه المضارع التام البسط هو حدد لي. شنو معنى present perfect simple؟ انا من احل بالكتاب شو اسوي، اخلي القاعده قدامي اللي هي have و has plus past participle. طبعا ال present perfect simple جويا ال for و since. اوكي نمبر 1 هي محلوله، يقول لي the last time I saw her، اخر مره شفتها كان في عام 2001. نادى يقول لي not see، يعني استخدم هذا الزمن بس الف الفعل، اقول I have not، على اساس اقول I have not seen؟ على اساس الزمن هذا، انه I الفاعل have والفعل هنا السين يصير هير. هنا هو ده يقول لي استخدم السينز والفور، أو حتى لو بدون ما يقول لي أنا لازم أعرف إنه present perfect simple أستخدم وياه الفور والسينز. so هنا 2001 هذا موعد، يعني خلينا نقول سنة محددة، فأستخدم السينز 2001. يقول لي they got married 3 years ago، أستخدم been. إذا أقول they have been، باعوا they have been married، عندي ago then for three years، يعني أحذف الشيء اللي يدل على الماضي، أحذف the last night، أحذف الago، تمام، وأخلي الشيء اللي يدل عليه بهذا الشكل. number one we first met them in July، أول مرة شفناهم كان في سنة في تموز. فيقول لي no، أقول we have known them، إحنا قابلناهم أو نعرفهم July، since July، كلش سهل، بس لا تعصبون ولا تقولون شي صعب. he bought that motorbike long time ago، راح أقول he has had، هاي شلون الفقرة تابعوا عليها.
he has الهاز مال ال القاعدة. الهاد من جبتها حيوانها حولتها لأن الفعل لازم يتحول. زين the motorbike a long time أقول for a long time. هنا أنا ما أحذف لأنه أنا ما عندي شيء إذا أحذف هاي الشيء يبقى for شنو. هنا أنا إذا أحذف أقول for ago لا أقول for 3 years لأنه هنا أنا جبت هاي ago على مود ترشدني وتدليني على مود أستخدم for. وحد عندكم يقول she last went to the dentist in September. Not be. فإذا أقول she has not been. She has not been to the dentist in September. So I go since September. Number four. We last ate there in July. فأقول we have not eaten. إحنا ما أكلنا عند July. إذا أقول since July. Number five. He got angry at lunchtime. راح أقول he has been angry. عندي lunch time جزء محدد من اليوم فأقول since last night. هاي وزارية. Number six, the last time. شوفوا the last time هاي أحذفها لأنه شيء على الماضي. Okay. The last night he wrote or phoned was 6 months ago. راح أقول he has not been in touch. هو ما كان على تواصل. طبعا هاي or wrote or phoned هاي ما علي بيها. اوكي راح تكون since راح تكون for 6 months لانه هنا go ago جتي على مترشدني الى استخدم ال for. اوكي فغير من المنطقي احنا نقول انه he has not been in touch or phoned or wrote. لا هذا كلها ستقول ليش استخدم هاي حذفناها واستخدمت بس هذا بين قوس لانه هاي الفوق كانت جمل معبرة وكاملة مفهومة المعنى. هنا ما نقدر نكتب اثنيناتهم فنضطر انه احنا نقول هو ما كان على تواصل منذ او لستة اشهر. اوكي يعني عشان كان على تواصل يعني هي الكتابة والاتصال. لهنا نكون البارت نمبر 1 مع الفيديو الأول انتهى. عم ما يطول الفيديو يصير بورينج وانتو صاروا بورد كذلك. راح أخلي الفيديو الجزء الثاني على اللي ورا. If you like the video please put any comment and like it. So بعدها إن شاء الله نكمل بالفيديو اللي بعده. See you.